أهلا بكم. شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط شهد توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق. وأوضح الوزير أن الاتفاق الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليون يورو والمخطط تنفيذه على مدار 60 شهرا يستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح. وخلال لقائه مع وفد شركة إكسون موبيل مصر شدد وزير البترول على أن الحكومة الجديدة تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مطردة في الإنتاج مؤكدا الدور الهام الذي يمكن أن تضيفه هذه الشركات لاستغلال مصر لإمكانياتها المتنوعة في العمل كمركز إقليمي للطاقة. وأكد وزير البترول حرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم للإسراع بخطة حفر أول بئر في منطقة امتياز شركة إكسون موبيل مصر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت وجود اتفاق وتعاون وتنسيق مصري سعودي على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين مطلع الصيف المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير باللجنة المسؤولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فيما يخص مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. وقال الوزير إن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربي في المستقبل وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين. أكد وزير الزراعة علاء فاروق أهمية التصدير للحصول على العملة الصعبة لتنفيذ خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير. وخلال لقائه مع عدد من المستثمرين في التصدير الزراعي لمناقشة معوقات التصدير أكد وزير الزراعة ضرورة العمل على الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي مؤكدا أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق توجه الدولة خلال الفترة الحالية لاتخاذ قرارات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والبورصة السلعية. وخلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين محرم هلال ناقش وزير التموين طرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية على مختلف المستثمرين في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة على أرض مصر في كافة القطاعات. استعرضت وزيرة التنمية المحلية منى العوض تقريرا حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر أغسطس 2024. أوضح التقرير أن مشروعك ساهم في تنفيذ أكثر من 212 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29 مليارا و200 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 1,442 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات. قال رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي إن الجهاز ضخ تمويل بنحو 475 مليون جنيه خلال 5 سنوات للحد من الهجرة غير القانونية في 11 محافظة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الدولة. جاءت تلك التصريحات على هامش توقيع 3 عقود جديدة بين الجهاز وثلاث جمعيات أهلية بمحافظتي القليوبية والمنوفية بإجمالي تمويل قدره 4.5 مليون جنيه بهدف تنفيذ أنشطة متنوعة للمساهمة في الحد من ظاهرة
الهجرة غير النظامية بالمحافظتين. وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم النقل الداخلي يتيح للهيئة تقديم خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد المصرية المنتشرة في جميع المحافظات. وتأتي تلك الخطوة في إطار دعم خطة الدولة في التسهيل على المواطنين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار واستكمالا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية. في سوق المال أنهت البورصة المصرية منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.70% لليوم جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.3% ليصل إلى 29915 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 6821 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليصل إلى 9803 نقاط. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط انخفاضا بعد الموافقة على مقترح يهدف إلى حل الخلافات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 77 دولارا و17 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 73 دولارا و75 سنتا للبرميل. أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى دولارين و32 سنتا للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.70% لتصل إلى دولارين و69 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير بما يتماشى مع توقعات السوق، وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام عند 3.35% وسعر الفائدة الأساسية على القروض لخمس سنوات عند 3.85%. حذر وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز من أن ضعف الاقتصاد الصيني وانخفاض أسعار خام الحديد بمثابة تذكير بأن أستراليا ليست محصنة ضد التقلب وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار وزير الخزانة الأسترالي إلى أن المشاكل في قطاع البناء الضخم بالصين أدت إلى انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 30% منذ بداية العام، بينما يشعر الأستراليون الآن بخطورة تداعيات الأمر حسب ما أوردت صحيفة تي بي تايمز الصادرة باللغة الإنجليزية. وتعد أستراليا أكبر منتج لخام الحديد في العالم، المكون الخام الرئيسي لصنع الفولاذ المستخدم في بناء المنازل والسكك الحديدية والبنية الأساسية.